بسم الله الرحمن الرحيم. فاكرين واحنا شغالين على ريفت كان في ملف هو اللي بيتحكم فيه الفيتنج اللي بيتحط على البايب اللوك اب تيبل؟ فاكرينه ده كان اكبر حاجه كانت بتواجه المشاكل للناس اللي شغاله ريفت ام اي بي، سواء في البايب او الدكتات او الكيبل تري. طيب هنا برضه عملنا نفس المشكله. يعني في طريقه اتحكم فيها في الفيتنج اللي اتحط على البايب، وهي ان انا باجي من هوم واجي هنا هلاقي سبيسيفيكيشن فيور. طيب لو ما لقيتش اصلا الواجهه دي، يبقى انا محتاج ان انا اظبط الورك سيت بتاعتي اخليها 3 دي بايبنج، لان انا لما اغيرها لاي حاجه من الحاجات دي بالواجهه نفسها بتغير، فما بتلاقيش الزرار في نفس الاماكن. تمام، فهقول له هنا سبيسيفيكيشن فيور، باجي هنا بلاقي ان هنا كل سبيسيفيكيشن بيديني معلومات عنها، هتشتغل من سايز كام لسايز كام وكل التفاصيل اللي انا محتاجها. تمام، ولما تقف هنا بيبدا يديك تفاصيل اكتر، بحيث ان انا مثلا لما هشتغل بدي هيبقى في الفيتنج بتاعتها تبقى كذا، الكروس هيبقى كذا، الالبو هيبقى كذا، هشتغل بدوت، بعد كده هشتغل بدوت، الفلانجات، كل الحاجات دي موجوده اهيت زي ما انت شايف. تمام، فتبقى عارف البرنامج هيشتغل بيه. طيب لو انا في فيتنج معينه شفتها وعجبتني وعايز استخدمها في المشروع بتاعي، كل اللي انا هعمله هصغر ده بس كده شويه، تمام، هقول له انسرت ايه موديل. تمام، يبقى انا كده هاخد الحاجه اللي انا اخترتها ديت، تمام، هحطها في قلب الموديل بتاعي. محدش يقلق، هو الجهاز بس ايه مشغل كذا برنامج في نفس الوقت. تمام، طيب لو انا هستخدمها كتير ومحتاجها كتير، ممكن نقول له اد تو تول باليت، تضاف معايا للتول باليت ديت، تمام، اللي انا فاتحها دلوقتي، واقول له ممكن اقول له اعمل لك كرييت تول باليت خاص بيها. تمام، طيب طيب انا دلوقتي لو انا عايز اعدل الارقام ديت، يعني الارقام دي حاسس ان في بعض الارقام مش مظبوطه وعايز اظبطها، اعمل ايه؟ هاجي هنا مقام ستارت واقول له سبيسيفيكيشن، تمام، اوتوكاد بنات 3 دي سبيسيفيكيشن اديتور. ده كده انت تبدا تدخل تعدل، بيقول عايز تشتغل على سبيسيفيكيشن ولا الكتالوج، هقول له سبيسيفيكيشن واقول له اوبن. تمام، هيجيبني هنا، هبدا اختار بقى، اقول له مثلا انا عايز الاي ام اي، عايز مثلا الجدول دوت. تمام، وتقدر تعمل منه دوبلكيت، يعني ممكن قبل ما تشتغل تعمل دوبلكيت بحيث ان ما يحصلش تعديل من غير ما تاخد بالك. بيبدا يفتح لي الجدول بالشكل دوت، ده في تفاصيل كل حاجه هتستخدم امتى، و يعني مثلا في الجدول دوت من 3 بوصه لكذا هنشتغل بالجدول دوت. طب لو في حاجتين في نفس الوقت، يقول لي بقى طب شوف هنا، تعالى ادخل هنا، قول لي بقى انت عايز السايز دوت مثلا تشتغل مثلا بالفرنجه ديت، طب السايز ده الاول، وتقول له مثلا ده اللي بريورتي، طب ودوت خلي ده مثلا البريورتي بتاعه. تمام، وبعد كده هقول له مارك از ريسفولد، يبقى انا كده حليت المشكله، ما تظهرليش المشكله دي تاني. تمام، وهنا بلاقي التفاصيل اللي انا عايزها، مثلا السايز رينج بتاع كام، اللونج ديسكريبشن، الشورت ديسكريبشن، الماتيريال اللي هشتغل عليها، الماتيريال كود، الاند تايب، كل المعلومات الخاصه بال